مرحبا مرة الأخ. هسه أحاول أبسط طريقة عزف سولو انترو تبع أغنية خليك معايا فنان عمرو دياب، وإن شاء الله أتوفق يعني توصيل الفكرة، لأنه أعرف بأنه الفيديو اللي قبلها كان شوية يعني بصراحة أنا ما عجبني. فإن شاء الله هالمرة شوية طريقة أبطأ وأوصل لكم الفكرة. سنبلش من الوتر الخامس، ماذا نشوف؟ هذا الوتر الخامس من الدقة 7، لا 6، نعزف هذا، ننزل تحت 5 وياه. وصلت الفكرة؟ يعني تحاولوا تستكشفون الوتر أو المكان اللي دا ضربه، يعني مثلا قلنا هذا 6 الوتر الخامس، الوتر السادس انزل على 5، 5 و6 أصير 5 و5، وجع الوتر الرابع يصير 7 7 6 الوتر الخامس، وجع هنا 8 6 5، مرتين ده ضربة هذا. ماشيها السكيل 5 7 5 6 8، يرجع على 6، صار 8 6، 6 6، 5 و6، نرجع مرة أخرى. المقطع الثاني 5 7 5 6 8، نرجع 6. بس نبلش الهامر الضرب، بس أعزفه مرة واحدة. صوت شلون الطيارة، طبعا الكاميرا ما ادري شلون وضعيتها، ان شاء الله يعني تكون واضحة. هاي 10 وهاي 8 تحت، 5 فوق 10 والسادس على 8، وهنرجع 8 6، 6 5، إن شاء الله توضحت عندكم الصورة.